صدق ولا بد أن أن تصدق. زمان بابا كيرلس كان اختار واحد من الرهبان يرسمه أسقف على إبراشيط دمياط. الرهبان ده أبونا الراهب ده هو إنسان تقي جدا، فخد بعضه وهرب واختفى عن الأنظار واختفى في مكان لا يعلمه أحد، لدرجة إن الجرايد كتبت البحث عنه في الحدود، ربما حد من حرس الحدود يعثر على هذا الراهب. فشل الناس في المرقصية، قال يعني إيه البابا يشغل نفسه، يعني واحد حب يرسمه أسقف ما يهرب ولا يقعد، يعني خلاص هو يستاهل يبقى أسقف، وقداسة البابا يعني لازم يكبر العملية. بيقول المناقشة دي قدام أب كاهن في حوش الكنيسة، فأبونا قال له حبيبي كده غلط، كده غلط، تروح تعتذر للبابا كيرلس عن الكلام ده. أخونا الشاب ده دخل جوه الكنيسة وعاوز يتناول، أبونا قال له حبيبي سيدنا البابا هو نزل، وروح اعتذر له. رايح عند سيدنا البابا هيقول له إيه؟ مش عارف يقول للبابا ايه، يعني اقول له يعني يا سيدنا انا غلطان، يا سيدنا حقك علي، يا سيدنا انا اتكلمت عليك، يا سيدنا الراهب مش عاجبني. فبقى في حيرة شديدة جدا. اول ما قرب على البابا، البابا مدله الصليب، قال له تعالى يا اخويا تعالى، ما البطاركة مش عاجبينك الايام دي ولا تصرفاتهم مش عاجبك، انت ايه دخلك يا ابني في ان البابا يرسم اسقف ولا ما يرسموش؟ هي الحاجات دي تخصك يا ابني؟ تعالى يا ابن الله يحلك ويباركك، وحط الصليب على راسه. رجع الشاب طبعا في تعجب شديد. البابا كيرلس عرف الموضوع ازاي؟ والبابا كيرلس بقلبه الكبير يغفر لي من قبل ما اروح له، من قبل ما اقول له انا غلطت، يقول الله يحلك يا ابني. اصل المساله يا جماعه ان البابا كيرلس ده اب والشماس ده ابنه، وإذا فقد الإحساس بين الأب وابنه تبقى خربت العملية، مش كده ولا إيه؟ وصدق ولا بد أن إيه؟ أن تصدق. ولد في اسكندرية في الابتدائية، والولد ده يعني زميله قال له بابايا في التربية والتعليم مفتش هيجيب لي الامتحان من الإدارة، وانتوا عارفين العيال بقى يعني. قال له طب ما تخلي باباك يجيب لي الامتحان زي ما يجيب لك. قال له لا، ما انت عشان تجيب بابا يجيب لك الامتحان تدفع 20 جنيه. الواد سرق من ابوه 20 جنيه. وقبل الامتحان البابا كيرلس راح اسكندريه، فالراجل خد ابنه عشان البابا كيرلس يصلي له عشان الواد ايه؟ ينجح. يا سيدنا الواد ده، قال له الواد ده حرامي سرق منك الفلوس عشان يجيبوا له الامتحان. يا سيدنا ده واد صغير. قال له تعالى سرقت ابوك ولا لا؟ قال له ايوه يا سيدنا. والفلوس، الراجل بقى واقف مذهول، بقى انا الاب ما حسيتش ان انا اتسرقت، وانت يا سيدنا اللي في مصر تحس ان ابني سرقني؟ اصل ابوك السماوي بيدي الاباء الروحيين عين زي الاشعه الروحيه، صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. منى بنت عبد الناصر كانت شغاله في دار المعارف، ففي يوم من الايام سالت الاستاذ زكي شنوده المحامي عميد معهد الدراسات القبطيه دلوقتي سؤال. قلت له يا استاذ زكي انا عايز اسالك سؤال. الكلام ده كان البابا كيرلس لسه عايش. قال لها قول يا منى، قلت له البطرك بتاعكم فيه ايه غريب يعني؟ قال لها فيه ايه؟ ابدا يا بنتي، والبطرك بتاعنا رجل الله يعني. قالت له بابا على ابوها اللي هو عبد الناصر يعني، الانسان الوحيد اللي يطلع بابا يوصله لغاية العربية ويمكن يفتح له الباب هو البطرك بتاعه. البطرك بتاعكم فيه حاجة غريبة.
لدرجة ان ابويا اللي هو رئيس الجمهورية يطلع معاه لغاية العربية ويقول له العربية ويقول له مع السلامة يا والدي. ابوك البصرك ده في حاجة غريبة، طبعا في حاجة غريبة، لان ربنا لما بيدي هيبة بيجعل يقول لك حتى ان ارضت الرب طرق انسان جعلك حتى اعداؤه يسالمونه. هو ده البابا كيرولوس. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. مرة واحد من وجه بحري جاب امه يفسحها في مصر، وهو جاي بقى مركبها بقى الاوتوبيس يقول لها ماما ده انا هفرجك على حاجات عمرك ما تفكر انك ايه تشوفيها، هوريكي الاهرام وهوريكي النافورة اللي في رمسيس، تمثال رمسيس. فخطر بباله قال طب ما نروح نزورها البابا ونفرجها ايه البابا، يعني ما برضو تشوف البابا، ما يعني عايشة وجه بحري تتفرج تشوف البابا. فراح حضروا عشية، لقوا البابا كيرولوس بيصلي عشية. البابا كيرولوس خلص وفي باب في الهيكل بيطلع من الجنب كده يطلع على فوق، هو لمح البابا فقال له تعالى يا امه، ده البابا كيرولوس خرج من باب الجنب. فحلقوا عليه عشان امه ايه تسلم. فالبابا كيرولوس راح مسكه من شعره قال يا ابني انت جايب امك تتفرج عليا يا ابني، هو انا من معالم مصر؟ انت جايب امك يا ابني تتفرج عليا؟ ما يصحش يا ابني اللي يجي الكنيسه يجي ياخد بركه مش يروح يتفرج على البابا. وضربوا قلم خفيف كده وكان درس حلو. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. واحد من المنوفيه جه عند قرايبه في شبرا، ولما نزل في شبرا قعد يتكلم مع قرايبه بقى وبتاع، فقال لهم بقى يعني نفسي النهارده اروح اخد بركه البابا كيرولوس. قال له بس خليك، والبابا كيرولوس هيطير، والبابا كيرولوس كل يوم موجود. يا بيت اقطع البطيخه الكبيره، وقطع بطيخه قاعد ياكل بطيخ ونسي ايه، ونسي البابا. تاني يوم الصبحيه اصر انه يروح ياخد بركه، فراح عند سيدنا البابا باركني يا سيدنا. قال له ضحكوا عليك يا ابني بالبطيخ امبارح، ضحك عليك بالبطيخ وعطلوك. طب ازاي بابا كيرولوس عرف الكلام ده؟ انا ما اعرفش، هي مراية روحية. صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. اقول لكم حاجة كمان، من ايام البابا كيرولوس كان في واحدة راحت اشترت صور من دير مارينينا، فمن ضمنها الصورة بتاع البابا كيرولوس اللي هي العينين النفاذة بتاع البابا كيرولوس دي. والاخت دي لها صديقة اسمها دكتورة سامية، هي اللي حكت الحكاية دي. فبتقول ان صاحبتها دي اللي اشترت الصورة نزلت وراحت عند واحد بتاع ازاز، قلت لو سمحت اعمل لي برواز للايه للصورة دي. بتاع الازاز راجل يعني مش مسيحي. قال لها مين ده، الخميني؟ قالت له لا، ده البابا كيرولوس. قال لها يعني يطلع عيد يعني عشان تبروزوا له الصوره؟ قالت له ده بابا قديس. قال يعني ايه قديس؟ ولي من اولياء الله. قالت له اه حاجه زي كده. قال لها طيب ان شاء الله يا سولي. وبعدين بتقول قالت له شوف تتكلم باحترام يا تدينوس. قال لها شوفي انا بيني بينك ايه يا ستي، اعمل لك البرواز واخد ايه فلوسي. البرواز ثمنه كام؟ ثمنه 15 جنيه. دفعت 15 جنيه. قال لها تعالي بعد بكره خديه. الراجل قال يعني النهارده ربنا فتح عليا بخمس ست براويز بدل ما اعملهم في المحل، دخلك البراويز كده لفهم وخدهم وروح وقال اعملهم في البيت. روح البراويز في البيت فردهم كده بين حتتين ازاز، وراح العتبه يشتري عيدان بتاعت الايه؟ الخشب بتاع البراويز ده. فمن الحظ ان جت اول صوره لما فردهم في الازاز صوره البابا كيرولوس. الراجل ده عنده بنت مشلوله. روح بعد ما جاب الخشب بيخبط على الباب ان مراته تفتح، فوجئ ان بنته المشلوله واقفه على رجليها
وهي اللي فتحت له الايه الباب. قال لها مش ممكن. ازاي؟ قالت له هقول لك يا بابا، الراجل ده ابو صليب راح طالع من الصورة وقال لي انت قاعدة ليه؟ هاتي ايدك. فعطيته دي وقفني. انا بقيت بمشي يا بابا بس بمشي على مهلي. قال لها بنتي كويس انك انت ايه وقفتي على رجليك، هو كنا نحلم؟ وراح راكع قدام الصورة. قال لو كنت بتريق عليك يا ولي، ما هو ما يعرفش اسمه، انا بتريق عليك يا ولي، لكن اقسم بالتلاتة زي ما بيسمح لي ديني انك انت ما انت خارج من بيتي، هتفضل صورتك دي في بيتي لو كلفتني عمري. بروز الصورة وعلقها ببيته. رحت الاخت تجيب الصورة، قال لها شوف يا ستي الراجل ده ولي من اولياء الله. قلت له هتتريق تاني؟ قال لها لا، اللي مش مصدق يجي وانا ايه احكي له، انا عندي الدليل، صورته مش هتخرج من بيتي، خدي كام وتجيبي غيرها. قلت له لا حلال عليك، ده انت بقيت بتحبه اكتر مني. انا مش بقول لكم من شوية مين يمسح الدموع؟ صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عم جوارجي راجل من السويس وبيحب البابا كيرولوس خالص، راجل طلع معاش وحاطط في المحفظة بتاعته صورة حلوة للبابا كيرولوس كده، يعني بيستبشر بيها بيستبرك بيها. المهم انه راح في يوم من الايام قبض المعاش وتكه كده في المحفظة وامن عليه وحط المحفظة في جيبه اللي من ورا وقفل بالزرار وخد بعضه ايه وروح. ركب مواصلة والتانية يعني يظهر بيقبض من مكان بعيد شوية في السويس. المهم يعني عثر فيه واحد حرامي فك الزرار ولطش الايه ولطش المحفظة. رجع على باب بيته ويحط ايده كده يطمن يعني انه طالع يسد الديون، لقى الجيب خاوي، يدور على المحفظة، يبص تحت رجليه، يرجع يركب يسأل المواصلات اللي ركبها البوسطة، يعني حاول يدور على ان يلاقي حد يدله على المحفظة، مفيش. طبعا راجل على المعاش وكل اللي يملكه وكل شهر هو ايه مرتبه يعني، فرفع عينيه فوق كده قال له كده برضه يا سيدنا، هو انا حطك في المحفظة كده يعني زينة؟ ده انا مفروض حطك في المحفظة دي حاجتين، نمرة واحد تباركها، نمرة اتنين تحافظ عليها، قوم يلطشوك بيها. طلع عم جوارجي زعلان قوي. عدى اول يوم وعدى تاني يوم وتالت يوم، لقى باب الشقة الجرس بيرن، لقى واحد يقول في حد هنا اسمه عم جوارجي. طلع عم جوارجي قال له انا يا ابني في حاجة؟ ان كنت يا ابني عاوز تسأل على حاجة بفلوس، المعاش يا ابني اتلطش، اتكل على الله. قال لا يا عمي، ده انا جاي لك وجايب لك المحفظة بتاعتك، حضرتك لقيتها؟ قالوا لا ما لقيتهاش، ده انا سرقتها منك وانت نازل من الاتوبيس في الحتة الفلانية. قالوا سرقتها وجايبها لي؟ قال له ايوه. قال له مش شايف انها مصلحة غريبة كده شوية؟ قال له ما انا هقول لك يا عم جوارجي، انا بعد ما لطشتها منك عند اول عمارة داخل بير السلم بتاع العمارة عشان افتح المحفظة اشوف فيها ايه، اخد اللي فيها وارمي المحفظة، لقيت قسيس كبير واقف تحت السلم وماسك عصاية، وقال لي يا جدع انت رجع المحفظة لصاحبها وخد اتعابك، انا مش هظلمك، خد 50 جنيه ورجع له الباقي. قال له بس، قال له اسمع كلامي. قال له انا يا عمي قلت للقسيس ده حاضر وخدت المحفظة حطها في جيبي وروحت والمحفظة بتاعتك في جيبي. تاني يوم الصبحية انا نازل من بيتنا في حي الـ40 لقيت واقف على باب بيتنا. قال له هو يا ابني عملت ايه في المحفظة؟ ما وديتهاش ليه لصاحبها؟ قال له لا يا عمي ده انا وديتها. قال له كذاب، المحفظة لسه فوق في درج الشفونيرة، اطلع هاتها
وروح وديها لايه لصاحبها. فانا يا عم ثالث يوم النهارده عشان تبعد عني القسيس بتاعك ده مش عايز اشوفه تاني. ادي محفظتك اهي واديني يا عم الخمسين جنيه اللي قال عليها القسيس بتاعك ده وكل واحد اولى بايه. قال له كتر خيره، لكن انت جبت المحفظة؟ قال له ايوه. مسك المحفظة كده قال له شفت القسيس؟ قال له ايوه. قال له طيب، فتح المحفظة كده قال له هو ده صورته ده؟ قال له ايوه هو ده، هو ده اللي قابلني كل مرة يقول رجع المحفظة. قال له بس ده يا ابني ده سافر السما. قال له يا عم ما تلبشنيش، اعمل معروف، خدت محفظتك؟ قال له نهارك سعيد. وصدق، ولا بد ان ايه ان تصدق. في حتة في شبرا اسمها ارض الشركة، مساكن ايديال، هي فيها واحد راجل من الناس اللي عواجيز هناك، العظمة الكبيرة كده. الراجل ده كان عضو في الكنيسة، وكان حصلت مشكلة ايام البابا كيرولوس، فراح مع ابونا ضد ابونا. فراح مع ابونا، وقف قدام البابا كيرولوس زمان، قال له يا سيدنا ابونا ده راجل طيب، ابونا التاني صفته وصفته وصفته. البابا كيرولوس بالعصاية وراح لاشو، ارجع يا جدع انت تغلط في ابونا، ارجع تغلطش في ابونا. بابا كيرولوس زعق للراجل، الراجل طلع متلبش من عند البابا كيرولوس. طبعا رايح عند البابا كيرولوس يعني متشيك بقى، لابس البدله المكويه والكرافته اللي اتجوز بيها سنه 40، والجزمه الاجلاسيه بتاع زمان دي اللي مش عارف ايه، يعني متنشي قوي، طلع بطرخانه متنشي. لكن دماغه البابا كيرولوس ايه زعق فيه؟ عشان انا غلطت في ابونا يعني؟ ما ابونا صفته وصفته. وهو بيحكي لقى عيل دخل فيه من ورا بعجله اتكفل مؤاخذة في نقاع الطين. قال وي هي كده ايه؟ كملت بقى. ارجع اقول لسيدنا سامحني؟ لا، كبرت في دماغه، لا مش ارجع. يعني ايه يعني مش عايز يسامحني؟ عدى يوم اتنين تلاتة اسبوع، البابا كيرولوس اتنيح. وبعد ما اتنيح البابا كيرولوس بسبع سنين، الراجل ده عي، الراجل الكبير ده، فمرات ابنه بتقول حماية عي، وانا لا اعلم شيء عن علاقته بالبابا كيرولوس الا اني اخو جوزي اللي هو ابن الراجل دكتور، بالليل قال لهم يا جماعة بابا اللالادي بيعد اللحظات الايه الاخيرة من عمره، اجهزوا انه بكرة الجنازة، بابا اللالادي هيموت. بتقول واحنا نايمين يعني ودنا؟ ايوه ودنا. لا، عشان في نص الليل يقول انه العملية ايه خلصت. لكن بتقول حلمت بالليل بالبابا كيرولوس في بيتنا، هو وابونا اللي كانوا بيتكلموا عليه. وبتقول له يا سيدنا انت عندنا في الشقة؟ قال لها يا بنتي احنا جايين نصالح عم فلان، انا سامحته، حتى ابونا اللي كان بيتكلم عليه اهو بيسامحه. قلت له بس بيموت؟ قال لها ما احنا خلاص سامحناه. بتتقلب، طب يا سيدنا اجيب لك حاجة؟ المهم صحيت من النوم لقيت نفسها نايمة، صحت جوزها بتقول لي يظهر ابوك هيموت يا فلان. قال لها ليه؟ قلت له ده انا حلمت بالبابا كيرولوس كذا وكذا وكذا. قال لها ما تقوليش. فخبط على شقة ابوه، الشقة اللي قدامه، فامه فتحت له تعالى يا حبيبي. قال لها بابا عامل ايه؟ اسكت يا اخويا، ابوك من عشر دقايق لقيته بيشر ميه، يعني اقول لك ايه، مسحت له في الطين وش ميه وهو قاعد جوه يا اخويا يتكلم ويقول لي اعملي لي كوبايه شاي، ونزل دلدل رجليه من على السرير. فدخلت مرات ابنه وقعدت تحت رجليه، قالت له يا عمي في ايه بينك ما بين البابا كيرولوس؟ قال لها ده كلام كتير خالص، ايه اللي جاب السيره دي؟ قالت اصل جه وسامحك. قال لها بجد؟ هحكي لك يا بنت اللي حصل ده، انا كنت زعلت البابا كيرولوس وكان حصل مني وكان حصل منه، وخبطني بالعصاية وطلعت برا واد خبطني بعجلة ونزلت في الطين، سامحني البابا كيرولوس سامحني. الراجل العجوز ده عاش بعد الحكاية دي ست سنين بعد ما كانت قضيته هيتحكم فيها. لكن صدق، ولا بد ان ايه ان تصدق. البابا كيرولوس وهو عايش تصادف ان واحد اتجوز واحدة، ويعني يظهر قبل ما تتجوز بيوم بيومين،
اتخضت فدخل فيها بعد عنكم روح شرير. فدخلته عليها بعد عنكم يعني على جوزها او على عريسها كانت مش هي. فبدت تقف في البلكونة وتخلع هدومها والناس لقى يعني حاجة بلاوي بعد عنكم ومهازل والناس تتفرج عليها وحاجة كانت فضايح يعني. وطبعا الراجل يعني في شهر جوازه اللي هو شهر العسل سماه يعني شهر النكد. فيعمل ايه؟ ناس قالوا له وديها للبابا كيرلس حاول ينزلها من البيت تقول له انزل بس بشرط اخلع هدومي. يا بنت الناس تنزلي ازاي؟ قالت له هو كده عاوزني اقعد في البيت البس الهدوم، عاوزني اروح عند البابا اخلع الهدوم. فالمهم يعمل ايه؟ جابوا عربية اسعاف ورات لموا عليها 3-4 رجالة من العيلة وراحوا شايلينها هيلة بيلة وحاطينها في عربية الاسعاف وراحوا بيها البطرخانة القديمة. بطرخانة القديمة يعني مرضيش ينزل من عربية الاسعاف طبعا، حاطينها في البوكس ورا كده في الصندوق بتاع العربية. قال سيدنا يا سيدنا الموضوع كذا وبتخلع هدومها وفطحانة ودي لسه متجوزة ما كملتش شهر. فالبابا كيرلس راح مسقف كده جه الفراش قال له هات لي يا ابني كوباية مية. جابوا للبابا كيرلس شوية مية. بابا كيرلس صلى مزمورين كده على المية ونفخ فيه وقال له خد يا ابني رش عليها شوية المية دول. بس استنى يا ابني عشان لما تفتح الباب ما تعلقوش فضايح، هات يا ابني ستر هيكل من جوه الهيكل من الستور اللي متطبقه دي يعني. جابوا ستر وقال له خش خد يا ابني ستر ده ارميه عليها. فرموها عليها فجالها زي غيبوبه. قال له خد يا ابني الميه دي ورشها على الايه؟ على الست دي. فرشوها عليها فبعد شويه قالت الله انا ايه اللي جابني هنا؟ فعريسها او جوزها بيقول لها طب قومي. قالت ليه لقوم؟ مش استنى لما لم هدومه ولا عاوز ننزل عريانه من العربيه. الله الوضع ايه؟ الوضع اتغير. قال لها يعني انت عارفه العريان من دي؟ قالت له لا مش عيب يا راجل، لكن انت جايبني في عربيه اسعاف. طلعوها لبابا كيرلس. فالبابا كيرلس ابتسم قال لها الحمد لله يا بنتي، شر وزال اللي كان عليك اسمه شطان الفضايح، والحمد لله اهو ايه اهو راح. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في يوم في نص شهر 7 البابا كيرلس كده حوالي 15 نوفمبر واقف كده بيسلم على الناس، واحد صعيدي لافف عمه كده معمة الصعايده جاي يسلم سلام يا سيدنا ادعيلي. قال له انا زعلان منك يا راجل. قال له ليه يا سيدنا؟ قال له ما روحتش ابو شنوده السنه دي. قال له هروح لما اروح. قال له ما المولد فاتك يا حبيبي، هتروح ازاي؟ طلع الصعيد يضرب كف على كف، ازاي البابا عرف ان انا ايه ما روحتش؟ وش عرفه ان انا كل سنة بروح ما عدا السنة دي؟ انا ما عرفش، جابها من الكنترول ازاي انا مش عارف، لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق.